كافي شو باسم سلوم. والحديث الآن عن أغنية جديدة بعنوان الغريق، هي أولى أغنيات فرقة ماس لإناس رشيد ومجد العلي. طبعا إناس رشيد هي المغنية في هذه الفرقة، ومعنا مباشرة لنحكي عن الغريق. صباح الخير إناس. مساء صباحك. أهلا وسهلا، يعني موجودة بالسويداء في سوريا حاليا. اي نعم. تمام، مبروك الأغنية أول شيء. الله يبارك فيك، شكرا. الغريق هي من كلماتك وألحانك ومن توزيع وعزف وتسجيل مجد العلي. ايه تمام. يعني الغريق بيتعلق بإشي والإشي سكين، يعني هكذا تبدأ هذه الأغنية. يعني هلا لم أول انطباع بيتاخد لما بنسمع إنه مانا أغنية تفاؤلية، شو كان بدك تقولي من هالبداية؟ يعني الوضع بسوريا معروف كيف، فهي بتحكي عن هاي التبعات اللي تركت الفترة الماضية بقلوب الشباب بالذات. يعني وانتي من هالشباب ف اللي، نعم لكن المبدعين بشكل عام يعني هون بالبلد كثير وضع صعب. ف نعم طيب، هاي الأغنية يعني لما كتبتيها، هل بتعبر عن حالة معينة كنتي مارقة فيها، أم أنتي حبيتي تعبري عن صوت جيل يعني موجود بسوريا؟ هلق معظم الأشياء اللي بكتبهم بكون هيك فايتة بحالة معينة فبيطلعوا معي. أي بس هني بالمجمل يعني بيحكوا عني وعن معظم العالم اللي هون، بيحكوا عن معظم وبالعالم العالم. يعني هني حالات إنسانية لأنه أكثر ما هي بشكل خاص. يعني كلمات الأغنية الغريق بيتعلق بإشي والإشي سكين، والناس تلوم وما بتعرف الحق مع أو على مين، تبهت الدنيا بعيونه والقلب يرفض يخونه، ما الإشي كذبة ملايين. قوية نعم. يعني، قوية قوية الكلمات. طيب ليش بأول إصدار اخترتوا أغنية الغريق؟ يعني هلا بعرف هي أول إصدار للفرقة، لكن في أغنيات أخرى لم تصدر بعد، لماذا اخترتوا الغريق؟ هلق في لأنه الألبوم فيه أشياء منوعة، في شغلات لا رح تكون كموسيقى، عم بحكي بشكل خاص يعني ما بين شو بيقولوا هيك، يعني كموسيقى فيها شوية تفاؤل أكثر من هاي، فقلنا نبلش فيهم هيك شوي شوي. الأغنية أكثر بتميل للبوب، يعني هاي الأغنية كموسيقى يعني alternative يعني أكثر. كيف موسيقى الأشكال رح بديلة. كيف الأشكال الموسيقية رح تكون بهالألبوم؟ فيها كثير أشياء، في ما بين رح يكون في جاز شوي هيك، وفي شيء يعني إلكترونيك، حلو. وفي كذا يعني كذا نوع، ف في 6 أغاني لسه بعد بالألبوم. لسه بعد بالألبوم. هي أو أنتوا فرقة جديدة، يعني لكم 7 أو 8 شهور، يعني من أب 7 شهور. الماضية 7 شهور بس. نعم. نعم، كيف هيك اجتمعتوا كوجهات نظر أنت ومجد العلي حتى تأسسوا الفرقة؟ والله أنا يعني مجد العلي هدية هيك قدمت لي الحياة. أها بعد هيك بحث طويل عن حدا موسيقي هيك حقيقي، يعني تعرف نعم أنت الموضوع قديش مهم، فكثير بس تعرفت عليه وهيك إنه كثير في تخاطر فكري بيني وبينه، فبلشنا نشتغل، وكثير هو جدي وكثير مبدع، فإيه يعني أنا تفاجأت هيك بالسرعة والشي اللي عم ينشغل، كثير سعيدة يعني. صراحة توزيع الأغنية هلا سمعته جدا جميل، يعني مثلا عم بحكي عن الغريق. ايه هلا الفكرة ان احنا عم نشتغل باستوديو منزلي، يعني ما فيها هالمعدات وكذا والى اخره. وهلق رح عم نشتغل كمان على الجانب البصري. اليس رشيد اختي هي رح تكون مسؤولة عنه يعني كأداء كليب؟ حركي وهي القصص. ايه أها كليبات. كليبات وفي رح تكون مجموعة فيه. كمان هدول معنا طبيعتكم نصير حلوة نسلط عليهم بالسويداء ضغط. كمان. ايه هلق شغل ما بين السويدة والشام عم يكون، يعني والشام تعرف. أكيد مع العاصمة يعني أكثر. طيب طموحاتكم من هالفرقة، يعني لما قعدتوا أنت وماجد وقلتوا بدنا نعمل فرقة ماس وبدنا نوصل لهون وكيف لازم نوصل، شو هي كانت المبادئ والطموحات الموجودة لهالفرقة؟ يعني أول شيء نحن نكون كثير صادقين، هذا الشيء بيجيب أخلاقيات الأساسية، عرفت كيف؟
فهذا صدق لحاله بيصير شو بيقولوا يعني هو هيك، هذا لحاله بيروح انه نكون يوصلكم يعني. مخلصين بالشغل واحترام المتلقي والجمهور، هاي اهم شيء. نعم، ومع الاسف هاي كثير فيها معاناة في الفترة الأخيرة. احترام الجمهور يعني احترام عقل الجمهور إذا بدنا نقول أكثر طبعا يعني. يعني نحن لما عم نشتغل نكون حاطين، لا انه هذا الجمهور عم يستنى يسمع شيء، عم نحاول نتعب انه نحن نقدم له شيء باللي عم نقدر نقدمه يعني، عرفت كيف؟ فان شاء الله يعني ان شاء الله نكون هيك من حسن ظننا. وبتعرفي إيناس، يعني تحديدا الجيل الجديد بحس يعني بنوعية موسيقى عم تتقدم لألهم، يعني ما في أول شيء رسالة، في بعض الأوقات في استسهال بهالموضوع، مع إنه بنفس الوقت في جيل بحب تمام ينحكى بصوته، طبعا، ما هي يعني ما الفكرة، موضوع إنه مشكلة يكون شيء ما له طعمة يعني. تماما، هي الفكرة انه يعني لما نجي نطلع الاشياء التجارية هي اللي اكتسحت العالم بشكل مخيف، فلا نحن بالنسبة لنا فرقة مستقلة وعم نحاول نشتغل بس يعني فن موسيقى وكلمة ولحن، وبقول لك يعني باللي عم نقدر عليه عم نحط كل طاقتنا ونكون كثير صادقين وشفافين مع العالم اللي عم يسمعوا. تمام. ان ومؤخرا شاء يعني الله. بالمدة الأخيرة تحديدا، يعني حسب هيك رؤيتنا للفرق بسوريا، يعني في كتير فرق عم تنشأ كمان بسوريا، وكأنه ردة فعل على ما يحدث. إجباري يعني أكيد. هلق في كثير محاولات، نحن ما فينا ننسى الوضع هون كان الاقتصادي أو ففي أكيد في عالم كثير مهمة وكثير جميلة، بس يعني الوضع عم يحول دون إنه يشتغلوا. قلتي من شوي انه الاستوديو منزلي اللي سجلتوا فيه الاغنيه، بس النوعيه او الكواليتي تبع الاغنيه ما بتبين انه باستوديو منزلي، هيك عم تخدمكم التكنولوجيا كمان الايام، يعني قادرين هلق انه عم قلك بدون مجد استوديو كثير حدا مبدع يدفع الواحد فعلا. عليه غالي. مجد حدا مبدع يعني، عم يلاقي طرق ووسائل كثير هيك ذكية. فا ايه ف وهو المسؤول عن التوزيع والتسجيل يعني اكثر، انت عن ايه الغناء والكتابه والتلحين، تماما وكل تماما. الاغاني راح تكون من كلماتك والحانك. يعني مبدئيا في عندي شي 40 غناية ما بين عربي وانجليزي، ممكن تغني ف انجليزي كمان. اها ايه الفترة الجاية راح يكون في ألبومات إنجليزي إن شاء الله. فهلق هيك مبدئيا، بس بعد فترة لا أكيد راح يكون في شوية تنويع. يعني أنا بحب الفن يكون عمل تشاركي ويكون في تعاون هيك، يعني الناس راح تكون أسرة دافية للفنانين اللي بيحبوه كمان يكونوا معنا أكيد. بيعطي فبالأيام وجهة نظر، الجاي ممكن يكون فنانين آخرين تتعاملي معهم كألحان أكيد. كلمات. أنا كثير بحب التشارك، يعني بحب هيك، بحسها كثير بتعطي سعادة وبصير في حركة. طيب إذا بدنا نسأل هذا السؤال، الإعلام بسوريا كيف بيغطي نشاطات الفرق بشكل عام، وهل أغانيهم لها حضور بين الأغاني الأخرى الموجودة؟ والله يعني أنتم كفرقة بديلة، يعني يعني فن موسيقى بديلة أو كفرقة جديدة؟ هلق لا أقول لك بصراحة، يعني أنا مثلا دعت مونت كارلو هي أول حدا حكاني، أول حدا. فهون بسوريا بتخيل إنه مفروض إنه ما بعرف كيف بده يصير المبادرة مني ولا منه، المفروض تكون بس لحد هلق ما صار شيء يعني. ما أعرف، فرقة بس جديدة كمان يعني هي ناس. تمام أكيد أكيد. فما بقول لك إنه بالفترة الجاية لما يصير في طرح للأغاني الباقي وهيك، بتأمل إنه لا لازم يكون في يعني تغطية في وهيك يعني، خصوصا يعني انه إيه، في من شان البلد كمان منيحة. مشان كمان يعني جيل جديد يسمع صوته يعني وموسيقته، انه مشان ما يضل في نوع واحد بس يعني عم ينعاد كل اليوم. طيب ايناس، انا سعيد جدا بوجودك معنا. ايناس رشيد، بدي اقول لكم مبروك الاغنيه الك ولا مجد، اغنيه الغريق موجوده طبعا على مواقع شكرا التواصل الاجتماعي اللي بيحب يسمعها. شكرا لك. شكرا شكرا لك، ويسعد أوقاتك أوقات الجميع. وبنسمع أول مرة بتمرق على إذاعة أغنية الغريق. يلا. الغريب بيتعلق بأشي والأشي سكي والناس تلومه
بتمر.